كويس. نعم سلامتك. شالوا لي الخصية اوكي كل شيء تمام. طلع عندي التهاب في البروستات المزمن زي ما انت حكيت هسه قبل شوي. امورنا الحمد لله يعني امور مشت، بس في عندي مشكله صارت، بدي اعرف انه في عندي حل انه وقت الجماع بصير في عندي خدر ووجع بمنطقه الجنب اللي هو ما بين الفخذ والخصيه محل ما شلوها. هل في له حل هذا؟ هلا انت يعني خليني احكي لك اياها. الخدر اللي بتحكي فيه هو ناتج عن قطع لعصب رفيع جدا اسمه جينيتو فيمورال نيرفز. هذا العصب بكون موجود اصلا مع الخصيه، وبنحاول مرات ان نتجنبه ومرات صعب ان نتجنبه، خاصه لما تكون نتكلم عن سرطان بالخصيه، لانه بصير الجرح عالي شوي وبصير بحاول الجراح انه يشيل كل مكونات الحبل السائل المنوي، فبقطع هذا العصب اللي اسمه جينيتو فيمورال نيرفز، بيعطي الحقيقه على الفخذ من الداخل وبيجي على جلد الخصية من الخارج، يعني بالمنطقة الموجودة هناك. هذا راح تتعود عليه، يعني على الأغلب هو تعويد أكثر من ما هي قضية أنه راح ينمو من جديد. العصب ما راح يروح لأنه راح مع الخصية. هلأ زي ما حكينا لك قبل شوي بالنسبة لالتهاب البروستات المزمن، لا تخاف منه، ما بيخوف. التهاب البروستات المزمن موجود ب10% من رجال العالم. هلأ لما بحكي وانا مسؤول عن كل البلد بحكي الان، عند العرب والمسلمين اكثر، عند العرب والمسلمين اكثر لسبب واحد، انه احنا بصير في عندنا شباب بصير عندهم احتقان بصير كذا الى اخره، وما في عنده طريقه اللي خلينا نسميها، طبعا مش بنشجع، ما حد يفهمنا غلط، ما بنشجع الرذيل لا سمح الله او الصحيح، بس انه بصير عنده الاحتقان هذا الزائد، وتكرار الاحتقان بدون القذف بيساوينا مثل ما حكينا قبل شوي التهاب البروستات، وبيساوي التهاب البروستات المزمن. ولذلك مثل ما حكيت لك هو ما بيخوف بس مزعج، لانه بيختفي لفتره وبرد يرجع، وبيختفي برد يرجع، والسبب تاعه ببساطه، احنا مش موضوع الحلقه بس مش مشكله بنحكي عنه بس شوي لو سمحت لي، انه البروستات ربنا خلق لنا فيها فراغات بداخلها، اذا دخلت البكتيريا في الداخل وما تعالجت صح ما في مضاد حيوي في الدنيا لحد الان بيقدر يوصلها. ولذلك احنا ما بنعالج هذه الفراغات، احنا بنعالج انه لما البكتيريا تطلع من هذه الفراغات على الاغشية بنعطي المضاد الحيوي مشان انه يخفف الاعراض تاعت التهاب البروستات. لا تخاف منه، طمن، شيء موجود بيعاني منه عدد كبير جدا من الرجال. طيب وسلامتك. سلامتك الف سلامة. حنكمل هلا، بدكم تعذروني شوي، رح نوقف الاتصالات شوي، احكوا معنا، حضطروا تستنونا فترة منيحة، بس عشان نكمل لكم المعلومة لليوم. دكتور مازن، ليش 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 بيصيبنا؟ هلا ليش بيصير يعني؟ يعني هو زي اي سرطان ثاني حقيقة، تعرف السبب الحقيقي ليش بيصير بالخلايا الميوتيشن بيصير فيها من ناحية انه تعداد الخلايا وصابتها بالشيء، هذا مش معروف كسبب حقيقي، ولكن وجدوا انه في اسباب بتخلي انه ناس ينصابوا اكثر من ناس. يعني وجدوا انه له علاقه فاميليا، يعني بالعائله نفسها، انه وجدوا انه اذا بنصاب الاخ واخ مثلا الثالث احتماليه اكبر، له علاقه في عنصر وراثي، هو عنصر وراثي له علاقه بالمنطقه، زي ما حكينا قبل شوي انه امريكا مثلا عندهم اكثر، ولكن البيض اقل من السمر عندهم مثلا، وجدوها. وهذا ليش موجود عندهم في امريكا ومش موجود مثلا في اليابان، اقل دول العالم تقريبا؟ وجدوا ان الامريكان الاكل، نوعيه الاكل اللي عندهم دائما فيها دهن وفيها طاقه عاليه جدا. ولذلك انا يعني بس اتذكر دائما سرطان البروستات بضحك بداخلي بقول منسف، يعني يعني هيك بالرغم مش موجود عندنا، بس مش موجود عندنا الحمد لله. قللوا من الدهون يا اخوان، معلش ناسف على المعلومه الجارحه، بس هو واقع الان. الشيء المضاد له خلينا نحكي فيها مشان نعرف انه الناس شو ممكن، ليش اليابانيين مثلا عندهم الشيء هذا، في بسموها انتي اوكسيدنت ماتيريال، زي اللي هي موجود بالنعناع بالشاي الاخضر، المواد هذه الخضراء والبندوره والامور هذه، فريش ميت، لحم السمك الطازج، النيء، كلياتها هذه معاكسه لسرطان البروستات. هلا في سؤال انا بدي احكيه لانه شوي سالت عنه عده مرات بس ما يخوف، انه بحكوا لك انه التهاب البروستات المزمن بيؤدي لسرطان، الدراسات السابقه كلها بتقول لك ما في شيء، الان واحد طلع لي بدراسه بسيطه جدا مشان ما واحد يفكر لما بحكي الحكي بالمستقبل اني بغلط بالناس. طلع بثيوريز بقول لك
انه التهاب البروستات المزمن بيساوي ديستراكشن بتحطيم بالدي ان اي اللي هي الخريطه الخاطه الوراثيه الموجوده في البروستات، فممكن انه يساوي هذا الشيء. التهاب البروستات المزمن انا بحكي لكم اياه على يعني بقناعتي خلينا نحكيها، وليست ما له هذيك الاهميه انه له علاقه بالالتهاب، بس من ضمن الامور اللي لازم نذكرها. وجدوا كمان البلد جروبينج انه عند هذول اكثر وعند هذول اكثر، يعني تصنيف الدموي بالمجموعات. أيوة. بالنتيجه ما في واحد بحكي انه هذا سبب السرطان البروستات اللي عنده ناتج عن الشغل الفلاني الفلاني. الدخان وجدوا مثلا من احد الاسباب، هي اسباب عامه الدخان مربوط يمكن بجميع السرطانات كل شيء، لانه على اساس النيكوتين والمواد هذه سي او 2 الموجوده كلها بتساوي ديستركشن بتساوي اكسجين كونسومشن للمنطقه، على اساس انها ممكن اي شيء بيؤدي لتشوه باي خليه بيشجع على تشكل خلايا سرطانيه. فبنرجع بنقول هلا ما رح نحكي اكثر عن شو الحلول، هلا بنجي لها الحلول. بدنا نقول العمر شو اخباره مع سرطان البروستات. هلا الدراسات اللي بتعملها العالم كلياتهم انه متى بدي اعمل فحوصات للمريض للشخص، يعني انا متى باي عمر اللي اروح افحص حتى اني يعني انه يكتشفوا لي مبكر. هلا لما بنتكلم عن الناس العاديين اللي ما عندهم في العائلة إصابة، وعن ناس مش المناطق الحامي بالنسبة للمرض مثل ما حكينا الأمريكان السمر وأمريكا نفسهم، احنا بنتكلم عن عمر فوق سن الخمسين. يعني المقصود انه واحد تحت سن الخمسين المفروض انه ما يعمل فحوصات، وفحص سهل جدا على فكرة، هو فحص دم اسمه PSA كويس، وفحص داخلي بجوز نتكلم عنه بالمستقبل هلا اذا كان في معنا مجال، انه ممكن انه بالفحص الداخلي يشك انه في اشي ولا ما في اشي. هلا بالناس اللي عندهم العائلة في اصابة، يعني اخوه ابوه مات بسرطان البروستات او انصاب بسرطان البروستات، بننزل العمر بصير من 40 ل 45، لانه صار في عنصر زيادة الوراثي اللي قلنا عليه هذا بيساعد. نعم. فيمكن نعم. احسن نعم. نعم. ولذلك هو يعني صح اكيد انه العمر له اهمية. طيب ناخذ اتصال. ابو محمد تفضل انت على الهواء. الو الو ناخذ محمد، ناخذ محمد، فقدنا الاتصال مع ابو محمد. محمد تفضل انت على الهواء. الو اهلا وسهلا تفضل. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. والله انا داومت مع الدكتور مازن بالخدمات وعمل لي عمليه. اها اهلا وسهلا. مشان تضيق الاحليل. اها وبدي اساله عن موضوع هاي العمليه لانها تكررت عندي 5-6 مرات، لها حل ولا لا؟ نعم. انا كنت الان بالصيدليه عندكم دكتور مازن. اهلا وسهلا فيك اخوي. تسمح لي نحكي الموضوع. تضيق الاحليل في الفتره اللي بتحكي فيها انت صح، كان ما في عندنا حلول الا عمليه اللي التنظير وفتح الاحليل التضيق، ومن ثم برجع مره ثانيه من عام 2009 2009 نعم عملت اول عمليه. كانت انا بالنسبه لي بحكي عن نفسي، اول عمليه اللي عملت ترقيع للاحليل باخذ شفه من الشفه جلد الشفه، والعمليه الجراحيه بتنهي لموضوع انه يرجع مره ثانيه. والان بالقطاع الخاص عده عمليات الحمد لله عملناها وهي ناجحه 100%. لذلك اذا بتكرر عندك هذا الشيء الان المفروض انه تنعمل عمليه جراحيه لترقيع المكان المتضيق باخذ احسن شيء هي من الشفه بناخذ الداخليه وبصير زي الحمو بتطيب، يعني اثناء العمليه مباشره بعد يومين ثلاث تلاقي ولا كانه عامل شيء. جدا تتجدد خلايا اللب بشكل عالي. نعم. جدا. ولذلك الحل الان نهائي صار. نها. طيب يا رب يا محمد كن لقيت جواب شافي مع الدكتور مازن، بعدين ارجع على استشاراتك الدورية. معنا كمان اتصال، بعدين رح نخلي الدكتور مازن يكمل لنا الموضوع. تفضل سيد مرزوق. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام اهلا وسهلا دكتور. انا صار عندي اعراض الورم. تفضل هاي دكتور مازن قرعان معك. دكتور مازن الله يخليك. اهلا وسهلا فيك حبيبي. صار معي ورم، حكوا لي انه ورم حميدي تضخم تقصد، وعملوا عملية تنظير. نعم. ومشيت على دواء اسمه جاك جوكلر. ايدو سيميدار. ايش هو سيميدار؟ سيبيدار. سيميدار.
اللي مضاد حيوي. سيبروفلوكس. مضاد حيوي وجوكلر. الجوكلر خلص. جوكلر. الجوكلر طيب. خلص وقالوا انه عندك عرض حميدي، لكن تأثيراته انه ما فيش رغبة جنسية. بالمستقبل بيروح هذا الألم ولا يعتبر مزمن؟ يا سيدي أول شيء طولة العمر كم عمرك؟ 59 سنة. طولة العمر إن شاء الله. 59 سنة. هلا أنت بتتكلم قاعد على إشي بيسموه بالإنجليزي benign prostatic hypertrophy اللي هو تضخم حميدي للبروستات. تضخم الحميدي للبروستات، البروستات بصير في عندنا تكبر حجمها، ومرات بالقناة مجرى البول بصير تضيق. العملية كل الهدف تاع العمليات الآن غير الجراحية اللي كانت موجودة سابقا، انه يدخل ويحفر بداخل البروستيت جرف، مثل عملية يعني بس نغششك اياها زي حفارة الكوسة من عند النسوان، بس النسوان عجن بقصوا، احنا بنقص قص من الداخل للخارج منسف وكوسة وكل اسم. فلذلك البروستيت بتوسع مكانها. هلأ الحقيقة ما في واحد بعملية البروستات في التجريب بنهي البروستات، يعني إلا يظل فيه لها غشاء خارجي، ولذلك راح يبقى عندك المفروض إنه التأثير الجنسي يكون يعني ما له هذاك التأثير. إذا بنحكي قاعدين عن واحد بالألف عن الأداء الجنسي، عن الأداء الجنسي الشغل الوحيد اللي ممكن تتأثر اللي هي القذف، بصير قذف إنه ما بيطلع للخارج بيدخل للداخل بنسبة فوق 50%. هلأ إذا كانت هذه المشكلة عندك حقيقة وجدت إنه الرغبة الجنسية، افحص مادة التستوستيرون، وإذا وجدتها منخفضة التستوستيرون الآن بنعطى فيه أوبار، فيه حبوب إله وفيه كريم، فيعني الأمر هذا مقدور عليه وترجع لحياتك طبيعي بإذن الله تعالى. إن شاء الله سيد مرزوق نكون جاوبناك. رح ناخد كمان اتصال لأنه من السعودية واقف، فمعنا سيد محمد تفضل. السلام عليكم. عليك السلام. أهلا. نحن مع الدكتور مازن. أتفضل معك الدكتور مازن. أهلا وسهلا فيك. يا هلا بيك. دكتور مازن.